السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. امبارح اتنشرت صورة للسيدة فيروز، طبعا صوت الجبل، مع بنتها ريما، ولكنها واجهت اكبر انواع من انواع التنمر. هنشوف الناس قالت ايه والرد كان ايه. بس في البداية خلينا كده نوحد الله ونصلي على رسولنا عليه افضل الصلاة والسلام. وعايزة اقول لكل متنمر، يعني عيب جدا، يعني ربنا بيخلقنا في صورة معينة وأكيد ربنا خلقنا في أحسن حال. يا ترى السيدة فيروز مش قادرة تعمل عمليات تجميل زي ناس كتير، ولكن هي بشكلها وبجمالها اللي فاق كل شيء، وبأدبها وأخلاقها واحترامها بتعطي درس للجميع. ولكن هناك بعض الناس كده مرضى في تفكيرهم وفي عقولهم، حتى على أي حد مش على السيدة فيروز بس. نشرت ريما ابنة الفنانة الجميلة صوت الجبل السيدة فيروز صورة. فيروز اتعرضت لأبشع أنواع من الكومنتات والتنمر. طبعا هو جيل اللي اتنمروا عليها، أنا متأكدة إن هم ناس بتوع جيل المهرجانات، إن هم شايفين إنها شكلها متغير، شايفين انها خلقت ربنا مش عاجباهم، والحاشا لله طبعا والاعاذ بالله، واللي مش عاملة تجميل، وعشان طبعا كبر السن وكلنا معرضين لكبر السن، واكيد مش يوم ما نتولد زي ما يوم ما هنموت، ولكنهم بصراحة كانوا فظاع جدا في كلامهم. ممكن تكون عندك حرية شخصية انك تتنمر على انك ما تحبش صوتها او ما يكونش عاجبك اغنيها، على الرغم ان انا اكاد اشك ان مفيش حد ما بيحبش السيدة فيروز، لكن تتنمر على شكلها اللي هي ملهاش اي علاقة فيه، ده اسمها وقاحة وقلة ذوق وقلة ادب. يعني سامحوني في الالفاظ اللي بقولها، لكن بصراحة كانت الكومنتات شديدة جدا جدا. كل التقدير والمحبة والجمال لصوت الجبل اللي بتهز الدنيا بصوتها، اللي غنت لكل الدول العربية، هي المطربة الوحيدة اللي جمعت بأغانيها الطرب والوطنية والصفات الجميلة للبلاد العربية. إن شاء الله ربنا يطول بعمرها. كل الاحترام للملاك الراقي السيدة فيروز الجميلة. طبعا أنا شايفة إن شكلها جميل جدا وعلى طبيعتها، ربنا يديم عليها الصحة والسلامة. سعادة. صوت وقامة عملاقة لن يتكرر، بلبل الصباح. يعني بجد مين ممكن، ناس كتير بتعرفش تبدأ صباحها لما بتسمع السيدة فيروز. طبعا الناس اللي هتقولي انتي ناقص تقولي ايه عليها كمان، ولكن انا بس بقول للناس اللي بتتنمر على شكلها. كان الرد هو السكوت، رد السيدة فيروز وابنتها ريما الرحباني، وهو السكوت تماما على كل الكلام اللي اتقال، مهما كان شكلها ومهما كان سنها. تقدر تعمل مليون عملية تجميل زي فنانات كتير احنا بنشوفهم ما بقوش عندهم اي ملامح، ما بقوش قادرين يتكلموا من كتر الشد والنفخ والحاجات اللي بيعملوها في شكلهم، ولكنها هتعيش وهتتوفى بطبيعتها مهما كان شكلها. ما نستغناش عن صوتها وسماع اغنيها. فيروز بجد بجد صوت مش هيتكرر، لانه في كل المواصفات الجميلة، فاحنا بنقدم ليها كل التقدير والمحبة. وان شاء الله ان شاء الله ربنا يديم عليها الصحة ويبارك في عمرها. ممكن نتكلم على حاجة كمان، وهو بنتها ريما اللي ناس كتير وجهت ليها انتقاد انك كان ممكن تجيبي صورة غير الصورة دي او تحط صورة تانية، ولكن يا جماعة هم على طبيعتهم جدا، ما اختارتش صورة لوالدتها في زمان، ولكن الصورة دي امس وكانت تم تصويرها برضو بالامس. التنمر على سيدة لها قامت كبيرة جدا زي السيدة فيروز ممكن ما يكونش غريب ولا مستبعد من جيل كل الناس او اغلبته في تربية، يعني كلها كده زي ما نقول تربية مهرجانات، كلهم عايزين الخبط والرزع وكده ويبقى بالنسبة لهم جميل، او اي واحدة تروح تعمل عملية تجميل وياخدوها مثال للجمال. ربنا يديها الصحة، فعلا هم ناس قديم قليلات الذوق وعديم التربية. سامحوني في ألفاظي، والناس اللي وصلت معايا للنقطة دي بشكركم جدا، وبعتذر لو صوتي أزعجكم لأني تعبانة شوية. شكرا، سلام عليكم ورحمة الله.